بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن، سكزنج درس. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. هذا الرجل بوكش تجارتشدر وذلك الرجل وأنا بوكش شفاكاردر. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. تجارتشن اسمه محمود در وشفاكارن اسمه سعيد سعيد در. هذا البيت للتاجر. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. من بؤي تجارتشني كدر وأنا بؤي للطبيب شفاكرني كدر. لي بس ونكي ديهم معنا بير لدى. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. تجارتشني أي مسجدني أولده شفاكارنين اوية مدرسانين ارقصده. لمن هذه السيارة ولمن تلك. بو ماشينة كمنك وانا وكمنك. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. وتلك للتاجر. بو ماشينة شفاكارنك در وانا وإس للتاجر تجارتشنك در. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. بو ماشينة يابونيا دان وأنا أمريكا دان. تمارين مشغلر. أجب عن الأسئلة الآتية. قيدك الذين سؤالرجع أجب جواب بير. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل. بوكشكم وأنا بوكشكم. سيزيتس يقارد أقدك. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. بكش تجارت جدر وأنا بكش شفاكار در. إكينسة ما اسم التاجري. أوليمس ما اسم التاجري. تجارت جنين اسمه ما نمه. جواب برامس. اسم التاجري محمود. تجارت جنين اسمه محمود در. ما اسم الطبيب شفاكارنين اسم نمدر. جواب برمس. اسم الطبيب سعيد. شفاكارنين اسم سعيد سعيدر. من أين سيارة الطبيب شفاكارنين ماشينسي خير دن. يعني خير دي شلبتش خليين. يتلا ده سيارة الطبيب يعني شفاكارنين ماشينسي نمديمس من الياباني ديمزا يابونيا دان. من أين سيارة التاجري. من أين سيارة التاجري. تجارتشنين ماشينس خيردن خيردش لبتشخليين. سيارة التاجري ديمس تجارتشنين ماشينس من أمريكا دان. أين بيت التاجري. أين بيت التاجر. تجارتشنين اوية قيرده. بيت التاجر ديمسه تجارتشنين اوية أمام المسجد. مسجدنين ألده ده أمام ديان ألده ديان. أين بيت الطبيب شفاكارنين اوية قيرده. بينو شفاكارنين اوية قيرده ديال يبته. بيت الطبيب خلف المدرسة. شفاكارنين اوية خلف المدرسة مدرسانين ارقص ده ديب. جواب بيرمس. اقرأ واكتب. اقجن ويازجن. هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. وبالا خالد در وانا وبالا محمد در. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. بكش مدرس در وانا بكش مهندس در. هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. بكتاب بو كتاب ينجدر وأنا و كتاب يسكدر. هذه السيارة لعلي وتلك لخالد. بو ماشين علينك وأنا و إسا لخالد خالدنك. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. بو إشك أشكتر وأنا و إشك مغلق يبقتر. لمن هذه الساعة. بو ساعت كم نك. هي لعباس و عباس نك. أهذا البيت للطبيب.
لا هو للمدرس بو اوي شفاكارنك مي يوك او للمدرس اختوشنك هذه الدراجة لابن المؤذن نعم هذه الدراجة دم باشتيمس بو فيلسابيت لابن المؤذن مؤذنين أغلنك من نعم ها من هذا الولد هو طالب من الصين بو بالكم او طلبدر من الصين خطايلك خطايدن كلغن طلبدر أذلك البيت جديد لا هو قديم جدا أنا وأوي جديد ينجم لا يق هو قديم جدا أو جدا 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 قديم اسكتر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا بماشينا يابونيا دان وأنا وأمريكا دان تلك أنا ودينا هذا السكين من ألمانيا وتلك الملعقة من إنجلترا بو بشاق من ألمانيا ألمانيا دان يعني جيرمانيا دان وتلك الملعقة وأنا وقاشق من إنجلترا بو أنجليا دان ملعقة ديان قاشق ديان إنجلترا بو أنجليا اقرأ المثال الآتية ثم حول الجمل الآتية مثله خب quyidagi kelgan misollarni o'qigin so'ngra esa unga o'xshash kelgan jumlalarni havil tuzgin deyaptilar. Haza kitabun misalun mana haza kitabun bu kitob hazal kitabu li Muhammadin bu kitob Muhammadnikidir deyilyapti. Xo'p, mana endi bu namuna bo'ldi. Bu yerda o'zimiz yechamiz. Haza tabibun bu shifokor. Ana endi biz haza tabibu qilib alif lam kirgizamiz. Alif lam kirgizamiz. Ya'ni bu yerda aytayaptilarki Haza kitabun edi, to'g'rimi? Ani endi hazal kitabu qilib o'zgartirgin deyaptilar. Ya'ni alif lam qirib o'zgartirib ber bizga deyaptilar. Tushunali endi. Haza tabibun bu shifokor. Haza tabibu. Lomi shamsi, lomi qamariy qoidani o'tdik. To'ga o'tib ketamiz biz. Chunki to lomi shamsi harflaridan. Haza tabibun bu shifokor. Haza tabibu min al-Hindi bu shifokor Hindistondandir. هذه سيارة بو ماشينة هذه السيارة للمدير بو ماشينة مديرنك ذلك ولد ذلك الولد ابن المدرس بو يعني ذلك الولد أنا أبالة مدرس أغلدر ذلك القلب ألف لام كرغز ديكتورم چونكي ألف لام دانكين واو حرف كيسة ألف لام أغلده كينجسة تلك ساعة إكن تلك سيغوت بيتامس تلك الساعة من سويسرا أنا وصوت سويسرا هذا بيت هذا البيت للمهندس بوئي مهندس نكي استبقى لك هذا بيت تنوين ايت ليبت توربتي باستان ان هذا بيت لكن الف لام نكر قسان هذا البيت قلب تيبا ديك ان دان نكت بقى ليبت شند هذا البيت بول بقى ليبت شنالي الف لام كرس او بولد هذا قلمون منه تنوين بنا ايتليبت قلمون بو قناقدر قلم ديليبت هذا القلم بو سه بو انا قلمين لعباسين من عباس ديك جناليه ذلك رجل انا وكشه ذلك رجوت كتامزه ذلك الرجل انا وكشه مؤذنون مؤذن در هذه بيضة بوتخم هذه البيضة كبيرة بوتخم كتدر هذا منديلون بو دسترمال قنا قدر هذا المنديل بو دسترمال انا قيند دسترمال وسخون كردل هذه حقيبة بو چمدان هذه ال بولاده هذه حقيبة هذه الحقيبة بو چمدان للمدرس استاذنك مدرسنك اقرأ المثال الآتية ثم كون أسئلة وأجوبة مثله خويدك الريان مثالان اوقيان ديابتلار و unga o'xshash savol javoblarni bizlarga tuzib berdi deyaptilar. Qani, misal liman hazal kitabu bu kitob kimnik? Bu namuna. Hazal kitabu li Muhammadin. Mana qovusning tagida Muhammad degan ism turibdi. Biz Muhammadniki demoqchi bo'lsak, lini olib kelamizda Muhammad ismini oxirini in qilib o'qiymiz. Tushunali, bu kitob kimniki? Hazal kitabu bu kitob Muhammadniki. Ana endi qalam turibdi. Rasmga qarab tepadagi namunaga qaraymiz.
rasmda qanday lug'at kelgan bo'lsa, xuddi shuni o'zgartirib qo'yamiz, xolos. Qiyin joyi yo'q. Liman hazal qalamu bo'ladi. Bu qalam kimnik? Hazal qalamu li Abbasin. Bu qalam Abbosnik. Pastda kalit. Kalit nima edi? Miftahun, to'g'rimi? Liman hazal miftahu. Bu kalit kimnik? Hazal miftahu li Aliyin. Bu kalit Alinik. Mashina turibdi. Liman hazihi sayyaratu bo'ladi. Hazihi qilamiz. Chunki sayyaratuni oxirida toy marbuta, muannaslik alomati turibdi. Liman hazihi sayyaratu. Bu mashina kimniki? Hazihi sayyaratu lil mudiri. Bu mashina mudirniki. Liman hazihi al-baqaratu. Bu sigir kimniki? Hazihi al-baqaratu lil fallahi. Bu sigir dehqonniki. Chamadon turibdi. Chamadon haqibatun edi. Liman hazihi al-haqibatu. Bu chamadon kimniki? Hazihi al-haqibatu lil mudarrisi. Bu chamadon o'qituvchiniki, mudarrisniki. Liman hazal kursiyyu. Bu kursi kimniki? Hazal kursiyyu li ammarin. Bu kursi ammorniki. Xoros. Xoros emas, tovuq ekan. Liman hazihi dajajatu. Bu xoros kimniki? Hazihi dajajatu. Bu xoros li bintil fallahi. Li bintil fallahi. Bintini oxiri ham i bo'ladi, al-fallahini ham oxiri i bo'ladi. Bu tovuq, ya'ni hazihi dajajatu, bu tovuq li bintil fallahi, dehqonning qiziniki. Liman hazihi sa'atu. Bu soat kimniki? Hazihi sa'atu li ibnil mudiri. Bu soat mudirning o'g'liniki. Liman hazal baytu. Bu uy kimniki? Hazal baytu lit tabibi. Bu uy shifokorniki. Liman hazihi al-mil'aqatu. Mil'aqatu bu qoshiq. Bu qoshiq kimniki? Hazihi al-mil'aqatu lit talibi. Bu qoshiq talabaniki. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Quyidagi misollarni bir o'ylab ko'r deyaptilar. Ya'ni albaytu mana tani tepasida u turibdi, uy degani. Ana endi fil bayti, fi kelgandan keyin albayti nima bo'lyapti? Tani oxir iga aylanyapti. Albaytu uy degani, fil bayti uyda degani, minal bayti uydan, ilal bayti uyga. Demak, fi dan keyin, min dan keyin, ila dan keyin bularni arab tilida harflar deyiladi. Mana shu fi, min, ila harflardan keyingi kelayotgan so'zni oxirini nima qilamiz? Kasra qilamiz. Ya'ni i qilib yuboramiz. Al-mustashfa, shifoxona. Fil mustashfa, shifoxona. Da, shifoxonada. Ana endi shunday so'zlar keladiki, masalan, mustashfaga o'xshagan oxirida mana bu alif ko'rinishidagi yo turibdi-ku. Mana shunday holatdagi so'zlarda u oxiri i bo'lmaydi. Qannoq bo'lsa, shundoqligicha qoladi. Esda qolsin. Fil mustashfa, shifoxonada. Minal mustashfa, shifoxonadan. Ilal mustashfa, shifoxonaga. Amerika, Amerika mana. Fi Amerika, Amerikada. Min Amerika, Amerikadan. Ila Amerika, Amerikaga. Almaniya, Almaniya. Fi Almaniya, Almaniyada. Min Almaniya, Almaniyadan. Ila Almaniya, Germaniyaga. Germaniyaga. Xo'p, asosiysi bu yerda ko'ryapsizlar. Birinchisi albaytu bor-ku. Ana shu ismni ismdan oldin fi, min, ila harflar kelsa oxir i bo'lyapti. Al-mustashfa, Amerika, Almaniyaga o'xshaganlar esa oxir i bo'lmayapti. Mana shunday ismlar kelsa, oxiri i bo'lmaydi. Boshda qanday kelgan bo'lsa, shundoqligicha qoladi, o'zgarmaydi. Hech qanday holatda. Iqro va kutub, o'qigin va yozgin. Albatta yozish kerak. Bekorga aytmayaptilar, yozgin deb. O'qishimiz kerak, keyin yozishimiz kerak. Ana shunda darslarimiz sifatli bo'ladi, keyin uncha-muncha yodimizdan chiqmaydi. Hazza tabibu min Ingiltarra. Mana Ingiltarra degan oxirini i qilmadik. Bu shifokor Angliyadan. Zahaba Hamidun ila Fransa. Hamid Fransiyaga ketdi. Mahmudun maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Mahmud kasaldir. U hozir. Al-ana hozir degani fil mustashfa shifoxonada. Zahaba Abdullohi min Almaniya ila Ingiltarra. Xo'p, Abdulloh Germaniyadan Angliyaga zahaba ketdi. Abdullohi bo'ladi, esda qolsin. Hazal kitabu li Isa va zalikal kitabu li Musa. Ko'ryapmizmi? Bu kitob Isoniki va ana bu kitob Musoniki. Oxirida alif ko'rinishidagi yo kelsa, o'z o'rnida turaveradi. Har qanday holatda ham o'zgarmaydi. Hazal muhandisu min Amerika. Bu muhandis Amerikadan. Iqro, o'qi. As-saburatu amama at-talibi va hi xalfal mudarrisi.
Assaburot doska talabaning orqasida. Mana amamani tegi chiziqchi qo'yib qo'yibdilar. Nega? Chunki nega? Chunki amamadan keyingi kelayotgan ismni ham oxirini kasra i qilib yuboramiz. Yodimizda qolsin. Masalan, amam Amerikaga o'xshaganlar bo'lsa, u o'sirdi o'z o'rnida turaveradi u. Lekin talibu, baytu, imamu, hamid shunga o'xshagan so'zlar kelsa, asikkinu masalan, pichoq degani yoki qoshiq, shunaqaga o'xshagan so'zlar kelsa, u oxiri i bo'lib ketaveradi. Hop. As-saburatu amama at-talibi wa hiya khalfa al-mudarrisi. Doska talabaning oldida va hiya va u mudarrisning orqasida. Ayna sayyaratul mudarrisi. Hiya amama al-madrasati. Ayna sayyaratul mudarrisi. O'qituvchining mashinasi qayerda? Hiya u amama al-madrasati madrasaning oldida. Ayna baytul imami. Imomning uyi qayerda? Baytul imami xalfal masjidi. Imomning uyi xalfal masjidi. Masjidning orqasida. Xalfadan keyingi kelayotgan ismni ham oxirini i qilib yuboramiz. Esimizda qolsin. Chunki harakatsiz o'qiyotganimizda xalfadan keyingi kelayotgan ismni xalfal masjida qilib o'qib yubormaylik. Xalfal masjidi qilib o'qiymiz. Ayna jalasa Hamidun. Hamid qayerga o'tirdi? Jalasa xalfa Mahmudin. Mahmudning orqasiga o'tirdi. ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب عمار masjidga ذهب bordi da va jalasa amama al mihrab mihrabning oldida jalasa o'tirdi al kalimatul jadidatu yangi so'zlar al mustashfa shifoxona almani olmoni germaniya inkiltarra angliya suvisra shvetsariya assikkinu pichoq fransa fransiya amama oldida xalfa orqasida Bugungi darsim shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.